السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله في الفيديو ده نبدأ نصمم حاجة زي الفيسبوك لوجين بيج اللي موجودة قدامنا دي. زي ما قلنا إن إحنا هنبدأ الأول نعرف التقسيمة ونقسمها إزاي بطريقة صحيحة، وبعد كده نبدأ نكود الشغل بتاعنا. بالإضافة لإن بإذن الله في كل مثلا لما أكتب مثلا خاصية بالسي إس إس هديك نبذة بسيطة عنها بحيث تكون ملم بكل حاجة، طريقة التقسيمة، ولو في خاصية واقعة منك إن شاء الله هنغطيها بإذن الله. تمام جدا جدا. طيب هنيجي اول حاجه، انا طبعا عملت الشغل بتاعي اهو، مقسم عامل فولدر اسمه ديزاين فيسبوك، ومكتب فيه ملفات السي اس اس والايمج بتاعتي والبراوزر بتاعي، وملفات الصور انا جايبها من النت عادي جدا من جوجل. تمام، وكاتب عامل شغلي. تمام، عامل ملف HTML وملف الستايل، وكاتب اهو الميتا بتاعتي، كاتب اهو التايتل بتاعي سينك زين كود. يعني ابدا افكر الاول، بعد كده ثم كود. هنصمم النهارده ان شاء الله فيسبوك لوجن بيج، ان شاء الله ممكن تكون على فيديوهين عشان الفيديو ما يكونش طويل. ورابط ملف السي اس اس ستايل بتاعي اهو، رابطه. تمام جدا جدا. طيب نيجي بقى واحده واحده. اول حاجه عايز اعرف الجزئيه دي ايه، تقسيمه بسيطه هنعرفها. هنفرض ان الجزئيه دي ديف، يعني الجزئيه دي تعتبر ديف. طيب حلو، الديف ده واخد ويتس 100% وكمان الباك جراوند بتاعتي لون ازرق. طيب حلو، يبقى اول حاجه الجزئيه دي ديف. تعالى نعملها ادي، هنعمل ديف، نكتب اول حاجه كومنتات عشان التصميم يكون مظبوط. مثلا نكتب ذا هيدر، الهيدر بتاعي اللي هو الديف. طيب الديف ده لازما بما اني هعمل ديفات كتير في الموقع فهحدد لكل واحد كلاس عشان اقدر اظبطهم بالسي اس اس، هسميه مثلا الهيدر بتاعي، وهاجي للسي اس اس زي ما قلت هو واخد اللون كذا، فهقول له اول حاجه بحدد الكلاس، اقول له دوت هيدر، واقول له الباك جراوند بتاعتي لون زي اللون الازرق اللي انا جايبه ده بتاع الفيس، زائد الويتس طبعا هياخد 100%، والهاي بتاعي واضح انه مثلا 60 بكسل، او مثلا نخليها 85 بكسل مفيش مشكلة، وهاجي اعمل ريفرش هنا. تمام جدا جدا. طيب ملاحظة بقى، ايه الحتت البيضة دي؟ ده طبعا البادي بتاع الدوكيمنت بتاعتي في السي اس اس باي ديفولت واخد مارجن اللي هي هوامش خارجية، فانا عايز اشيل المارجن ده، فاجي ببساطة هاجي اقول له البادي، او احدد كل الاليمنت بتاعتي اللي هي عن طريق النجمه. النجمه يعني كل الاليمنت في ال HTML، هقول له مش عايز لا مارجن صفر ولا عايز بادنج صفر، واجي اعمل ريفرش الاقي كل حاجه بدات من هنا، من الصفر، من نقطه صفر والصفر بالظبط. يبقى احنا عملنا الجزئيه دي. طيب حلو، نيجي بقى نشوف اللي جواها ونقسمه واحده واحده زي ما اتعودنا. طيب الديف ده في ايه؟ في حاجتين، في الكلمة الفيسبوك اللي هو اللوجو، وفي الفورم بتاعتي. طيب جميل جدا، انا عايز اعمل الجزئية دي واعمل الجزئية دي. اتعود دايما بما انك هنشتغل معظم شغلنا HTML و CSS وبعد خصائص CSS 3، فاتعود ان انت تقسم كل حاجة ديفات، ديفيجن الموقع بتاعك يبقى ديفيجن تقسيمات. طيب انا هعتبر ان كلمة فيسبوك دي في ديف، والفورمة بتاعتي هحطها في ديف، يبقى انا عندي ديف كبير في في اتنين ديف، الديف اللي على الشمال اسمها فيسبوك، والديف اللي على اليمين اسمها بتاعت الفورم بتاعتي. طيب حلو، نيجي نعمل الديفين دول، الهيدر بتاعي هيكون في ديفين. اول حاجه ديف كلاس هسميه اللوجو، وديف كمان هسميه الفورم او اللوجن، مفيش اي مشكله. يبقى ديف اللوجو اللي هكتب فيه كلمة فيسبوك، والفورم والكلاس والديف اللوجن ده هعمل فيه الفورم بتاعتي. طيب نيجي نلاحظ حاجة بسيطة قبل ما نبدأ نكود. شايفين إن الموقع بادئ، يعني كلمة فيسبوك بدأ من هنا، في كذا اختيار. أنت لو كتبت كلمة فيسبوك هنا على سبيل المثال، هنكتب كلمة فيسبوك هنا، فهتيجي هنشوف، هاجي أعمل ريفرش فكلمة فيسبوك هاي. طيب احنا عايزين بعد كده في السياسة نجيبها شمال شوية، فانت ممكن تقول بادنج، هعمل مارجن بادنج، مش عارف احركها ايا كان، بس نيجي بقى نعرف الطريقة البسيطة والصحيحة. طيب
انت شايف ان الموقع بادئ من اول هنا كده ومنتهي لحد هنا. طيب جميل جدا، يبقى مش بادئ من اول اللي هو الدوكيمنت العادي من اول اليمين خالص او الشمال خالص. فبسيطة، يعتبر يعني هو معتبر ان الصفحة بادئة من اول هنا. طب كل الويدث ده كام؟ 100%، بس هو مش بادئ من اول هنا، لا هو بادئ داخل جوه شوية. فبسيطة، انت ممكن تعمل حاجة تخلي تحطها تعملها ايه؟ تحوطها بالاطار بتاعك بتاع الكونتنت بتاعك بتاع المحتوى بتاع الصفحة، تقول له ان المحتوى بتاع الصفحة يبدأ من ويدث كذا وينتهي عند كذا، بحيث ان انا سنتره في الصفحة بالظبط. فبسيطة، ممكن تعمل ايه؟ هنيجي نعمل كلاس في الاتش في السي اس اس، اقول له مثلا كونتينر، واقول له ان الويدث بتاعك عايز اقلل الويدث بقى، اقول له مثلا 950 بكسل، الويدث بتاعي 950، وهاجي اقول له كده باك جراوند عشان نشوف في الشغل بتاعي عشان يبقى واضح، مثلا اللون ازاي برتقاني، وهاجي اعمل الديف ده، اكتب طبعا الديف هنا في اي حته عشان نفهم بس الاول، ادي الديف بتاعي والكلاس اسمه كونتينر، اشوفه ظاهر ازاي، واكتب فيه اي كلمه مثلا فيس، واسيف، واجي اشوف هعمل هنا ريفريش. تمام، ادي الديف بتاعي اللي هو انا عايزه اعمله كويتس جديد، اي حاجه تتحط جواه يلتزم بالويتس ده بس. طيب انا عايز بقى مش من هنا، انا عايز اسنتره طبعا في الصفحه كلها، فاجي اقول له ايه؟ هقول له ان المارجن بتاعك اوتو. يعني ايه مارجن اوتو؟ يعني وسطان للديف ده في نص الصفحه بالظبط. ريفريش، اهو اتوسطن بالظبط في نص المسافه دي، هي المسافه دي. طيب جميل، انا عايز بقى اي محتوى هكتبه في الصفحه سواء كلام او فورم او كده يتاثر بس من اول هنا واخره لحد هنا، يعني يتاثر بالديف، يعني اكن اقول له احط الديف ده اي كونتنت هحطه يكون بس محطوط جوه الديف ده من اول هنا لحد هنا. طب اعمل كده ازاي؟ طريقه بسيطه جدا، انت هتكتب الديف ده اللي هو الكونتينر ده، مش هو الهيدر ده واخد ويدث في 100%، خلاص مجيش جنبه، ده الاطار اللي هو ياخد 100%، لكن انا عايز اي كونتنت جواه هيكون ملتزم بالايه؟ بالاطار ده. فانا هعمل ديف كونتينر هنا بحيث ان اي كونتنت اهو هيكون بس متاثر بالكونتينر اللي هو ايه؟ الويدث كذا وفي نص الصفحه. تمام جدا، وهقفل الديف اهو. تمام، وهاجي خلاص هشيل الجزئيه دي واجي اشوف الشغل بتاعي، هاجي اعمل ريفريش هلاقي ايه؟ اهو بالظبط كده، كل حاجه بادئه من هنا. هشيل طبعا الباك جراوند بتاعتي، انا عايز بس الويدث ووسطا الجزئيه بتاعتي، واجي اعمل ريفريش. تماما، كلمه فيسبوك كانت مش بادئه من اول خالص، لا انا قلت لها خلاص المحتوى اللي هو اهو المحتوى ده كله خلاص هو متاثر بالكونتينر، يعني انا حاطه في ديف الكونتينر اللي هو ايه؟ ديف الكونتينر اللي هو ويدث معين اهو ومارجن اوتو، يعني في نص الصفحه، بحيث ان هو يبدا زي كده من اول هنا كده بالظبط. تمام جدا جدا، نيجي بقى نظبط ال نحط مثلا في كلمه فيسبوك دي مثلا في اتش 2 تمام جدا. طبعا هنظبط الشغل بتاعنا بحيث يكون منسق. تمام، واجي اشوف كلمه فيسبوك اهي، كلمه فيسبوك. تمام جدا، انا عايز اي خطوط عندي، يعني عايز اي خط عندي، اقول له الفونت فاميلي بتاعك مثلا سانس. تمام، وهعمل ريفريش، ادي كلمه فيسبوك. طيب هنا ظاهره باللون الابيض، فتمام هنيجي نقول له ان اللون بتاعك واعمل له يعني اتش 2 اهو، اتش 2 هقول له الكالر بتاعك لون ابيض، زائد ان في مسافه طبعا من فوق، فهقول له ان بادنج توب، بما ان المحتوى بتاعي فبادنج اقول له 15 بيكسل مثلا، ولا هشوف قد ايه. تمام، ممكن نزود شويه 30 بيكسل. تمام جدا، ممكن نزود الفونت سايز، لو انت عايز تزود الفونت سايز الخط بتاعي مثلا 20 بيكسل او 25، نشوف. تمام جدا، ممكن تزود تاني زي ما انت عايز 35 بيكسل. تمام، ادي كلمة فيسبوك، طبعا مش مشكلة نخلي حروف كابيتال حروف سمول ايا كان، فيسبوك. تمام، عايز بقى هاجي هنا بقى ناقص الايه؟ الفورمة بتاعتي. يبقى انا كده ظبطت الجزئية دي، حيث زي ما قلت عملت ديف كبير في ديفين، الديف الخاصة باللوجو والديف الخاصة بالفورم اللي انا هعمله. طب واضح ان الديف دي واخدة مثلا ويدث معين
والديف دي واخده ويتس معين. فحلو قوي، انت تحدد ان الديف دي ويتس 50% والديف دي ويتس 50% بحيث ان هم يتقسموا بالظبط. فتيجي تقول ان الديف الخاصه باللوجو دوت لوجو هقول له ان الويتس بتاعك 50%، وكمان الديف الخاصه ب اللوجن هقول له الويتس بتاعك برضو 50%. طبعا مش هيحصل اي حاجة عادي، لسه طبعا ما عملتش الفورم. تمام جدا جدا. طيب ناقص بقى ان انا اعمل ايه الفورم دي. فانا هاجي بس مجرد دلوقتي هكتب اي حاجة جوه الفورم دي بحيث ان احنا نظبطهم جنب بعض الاول. هكتب كلمة فورم وهاجي اشوف الشكل بتاعي، هعمل ريفريش. ادي فين كلمة فورم؟ اهي كلمة فورم اهي. تمام جدا. بس انا عايز هنا ظاهر ايه؟ هنا ظاهر ان الاتنين جنب بعض. فايه الخاصيه اللي في السي اس اس؟ تحط لك الحاجات جنب بعض، تقول الاول حاجه الديف ده فلوت ليفت وده برده فلوت ليفت او تعمله فلوت رايت، فيجي ده ناحيه الشمال ويجي ده ناحيه اليمين. تقول للوجو فلوت اللي شايل كلمه فيسبوك تقول له فلوت ليفت، وهنا برده اللوجن اللي شايل الفورم اللي لسه هعملها تقول له فلوت ليفت. فلوت طبعا فلوت. تمام، ونشوف الشغل بتاعنا. هعمل ريفرش اهو، هلاقي كلمة فورم بدأت. ليه بدأت من هنا؟ لأن ده واخد ويتس 50%، بدليل لو جيت عملت هنا باك جراوند بأي لون هتلاقي إن الويتس فعلا واخد 50%. مش أنا بادئ من أول هنا بناء على الكونتينر، أنا محدد أول حاجة خالص المحتوى بتاعي يبدأ من هنا لأني محدد ويتس وقايل له تعالى في نص الشاشة. فانا من اول هنا لحد هنا ده الويتس 50% بالنسبه للفيسبوك. نفس الكلام ده من اول هنا هتلاقي لحد هنا برضو ويتس 50%. تمام جدا جدا. نشيل الباك جراوند خلاص، احنا بنعمل تيست. ادي فيسبوك وادي الفورم بتاعتي. نيجي بقى واحده واحده نعمل الفورم بتاعتنا. قبل ما نعمل الفورم، قبل ما نكود نفكر. طيب ده عباره عن ايه؟ بطريقه بسيطه، ده ليبل في الفورم بتاعتي العنوان، وبعد كده الانبوت بتاعي، وده ليبل وده الانبوت. بس نلاحظ ان دي ان الليبل ده والانبوت محطوطين او مش محطوطين، يعني على الجزئيه الشمال وده جاي جنبيهم على الجزئيه اليمين. فانت عندك كذا طريقه، ممكن تحط الفورم دي كلها في تيبل، بس انا ما افضلش كده طبعا، بفضل كل حاجه كلها تقسيمات ديفيجن. والطريقه الثانيه انت زي ما قلت لك تعملها ديفيجن، يعني هاخد الليبل ده والانبوت ده في ديف، والليبل ده والانبوت ده واللينك ده في ديف، واللوجن ده هحطه برده في ديف، واقسمهم كلهم احط اقول لهم فلوت ليفت فلوت ليفت فلوت ليفت عشان يكون كلهم جنب بعض. يبقى عرفنا التقسيمه تاني، الليبل ده والانبوت في ديف، والليبل ده والانبوت في ديف، وكمان طبعا معاهم اللينك، وبرده اللوجن ان في ديف عشان يكون كلهم جنب بعض، اقول لهم فلوت ليفت زي ما عملنا مع الكلاس اللوجو وكلاس الفورم اللي هتبقى في الفوق. تمام جدا جدا. نبدا نكود الفورم. اول حاجه هعمل لوجن، هعمل فورم طبعا. جوه الفورم هيبقى ايه؟ زي ما قلت هعمل ديف خاص بيه، مثلا هنسمي الكلاس ده يوزر مثلا، اللي هو هيكون فيه الليبل بتاع الايميل وال الانبوت بتاعي. هقول له ليبل الايميل اور، هو كاتب ايميل اور فون، وبعد كده هدوس انتر طبعا اللي هي البي ار، واعمل الانبوت بتاعي ونشوف الشكل. انبوت تايب تكست، او ممكن في حاجه في ال HTML5 تقول له ايميل، مفيش مشكله. هاجي اعمل ريفرش هلاقي اهو الليبل بتاعي والانبوت. تمام جدا جدا. طيب انا هكرر الديف ده واقول له هنا الباسورد، وهنا طبعا التايب بتاعها هيبقى باسورد، وهاجي اشوف الشكل. طبعا هما هيكونوا تحت بعض، لسه ما قلتش لحد فلوت ليفت عشان يجي جنب بعض. ببساطه هتيجي تقول بما ان انا محدد طبعا ده يوزر وده يوزر، كده كده هقول له اصلا الاثنين فلوت ليفت، فحددهم بكلاس واحد. اقول له اليوزر دوت يوزر فلوت ليفت بس، وهاجي اعمل ريفرش هلاقي الاثنين فعلا جم جنب بعض كده. طبعا نحدد الكلام اللي هيبقى جوه اللوجن، اقول له الكالر بتاعك خلاص اللوجن اللي فيه الفورم، هقول له اي كالر تكست عندك، اي تكست هتكتبه خلي الكالر بتاعه يبقى لون ابيض،
واعمل ريفرش. تمام جدا جدا. طيب واضح ان هنا في مسافات من فوق وكمان الخط قليل شويه، فعادي جدا هتيجي واحده واحده. هنيجي نحدد السيليكتور اللي اسمه ليبل، ده اسمه سيليكتور، اي حاجه من دول اسمهم سيليكتور. تمام، هقول له ليبل الفونت سايز بتاعك مثلا 15 بكسل، بحيث انه يكون خطه صغير شويه. تمام، ممكن تصغر تاني خليها 13، مفيش اي مشكله. تمام جدا. بعد كده طبعا عايزين مسافات من فوق، فتقول لي اللوجن كلها، بادنج توب، مسافات من فوق هوامش يعني مثلا 15 بكسل، وريفرش طبعا مش ده. تمام جدا جدا. عايزين نخليهم على نفس السوا مفيش مشكله، تقول له نزود شويه نخليها 25 بكسل. تمام جدا. طبعا في مسافه من هنا، فانا عايز احدد الديف ده، اقول له ان البادنج رايت، بادنج طبعا هنا بقى عند اليوزر، اليوزر ده اللي هو ايه، اهو نيجي نشوف تاني، ادي اليوزر وادي اليوزر اللي هو كل واحد فيه الليبل والانبوت بتاعه. انا عايز اعمل مسافات من على اليمين، فاقول له بادنج رايت 15 بكسل عشان يعمل مسافات كده. تمام جدا جدا. طيب بعد كده انا عايز احط اللينك بتاعي ده، فهاجي هنا ببساطه هقول له اللينك، عندي اللينك هنا طبعا مع الباسورد، اقول له ايه اتش ريف. انا دلوقتي طبعا مش عايز يوديه على حاجه، فلو مش عايز تودي حاجه تعمل الاتش ريف بتاعك شباك، وتقول له مثلا هنا فورجيت، هو كاتب فورجيت ايه، فورجيتن اكونت عشان فورجيت باسورد، ايا كان مش مشكله باسورد. تمام، واجي سايف واعمل ريفرش، هلاقي اللينك بتاعي هنا. تمام جدا، مفيش مشكله، لسه هنظبط الجزئيات دي. انا عايز طبعا يكون بعديه بي ار عشان كل يكون انتر اهو. تمام جدا. نيجي بقى لللينك ونظبط شكله. ادي اللينك اللي عندي، هقول له ان ال فونت سايز بتاعك 10 بكسل مثلا، والكلر بتاعك يكون لون مثلا ازرق خفيف دارك بلو مثلا، اللي هو دارك بلو. تمام جدا، واجي اعمل ريفرش اهو، هو مش ظاهر شويه، ممكن نوضحه اكتر، نخليه لون اسود مش مشكلة، مش لازم نعمل زيه، لون اسود ريفرش، او نخليه طبعا لون ابيض، كله لون ابيض، وهعمل ريفرش. تمام جدا عشان ندوس عليه. تمام، ناقص طبعا الزرار بتاعنا، هنيجي نعمل الانبوت بتاعنا اللي هو الزرار زي ما قلنا برضو ديف، واقول له كلاس يوزر بحيث ان كله يكون جنب بعض، واعمل انبوت هنا التايب بتاعه سبميت عشان اعمل الزرار، وعايز اغير اسمه فاكتب الفاليو بتاعته اللي هي كلمة لوجن، واجي اشوف الشكل بتاعي، اعمل ريفرش، فتمام الزرار معايا اهو. نيجي بقى نظبطه واحدة واحدة. الانبوت عايز تحدد الانبوت اللي من نوع تايب بيساوي سبميت. كده انا حددت، عملت حددت، دي معناها ايه؟ الانبوت اللي من نوع سبميت، فعشان اشتغل بس على النوع سبميت ده على اني محدده. طيب حلو، اقول له ايه بقى، اقول له مثلا كبر الويدث بتاعك شويه خليه 70 بكسل، واقول له مش عايز بوردر اللي هي الحواف اللي حوالينه، اقول له البوردر بتاعك زيرو، ونيجي نشوف كده الشكل. هعمل ريفرش. تمام جدا، نقلل طيب الويدث شويه خليها 50، ونسيف ونعمل ريفرش. تمام، اكبر الهاي بتاعه شويه، الهاي يا دوبك بس 30 بكسل، ونشوف ممكن نقلل تاني. اه طبعا نقلل، نخليها 15 بكسل. حلو جدا، احركه من فوق فاقول له ان المارجن توب بتاعك 15 بكسل، فيتحرك كده. تمام، ممكن نزود شويه اقول له 18 فيظبط بالظبط. تمام جدا. هنا طبعا شايف ان الباك جراوند زرقاء والويدس شويه صغير، فنقلل الويدث كمان شويه نخليه 40، والباك جراوند لون ازرق بلو مثلا،
تمام. والكلر اللي مكتوب جوه لون ابيض، كلر التكست اللي مكتوب جوه لون ابيض، وممكن تغير اللون زي اللون اللي هو عندنا ده اللي هو بتاع الديف الكبير خالص، ونغير مثلا نخليها واحد مثلا، فهو تمام الزرار بتاعه تمام. عايزين يكون اللون مثلا دارك او بلو ايا كان، مش لازم، مش مشكلة يعني، مش دي المشكلة، خليها كده وخلاص. تجيب اللون من هنا، تجيبه من هنا، مش مشكلة. يبقى فهمنا الفكرة، توضيح الشكل انا قسمته ازاي. ادي الفيسبوك تاني عشان نقفل الفيديو بقى. ده ديف كبير فيه اتنين ديف، اول ديف فيه الفيسبوك، والديف التاني فيه الفورم بتاعتي. ممكن تعمل بقى هوامش من هنا مثلا، الليبل تعمل له بادنج بوتوم عشان يعمل مسافات بينه، مفيش مشكله. وكلمه فيسبوك في ديف والفورم في ديف، ازاي اجيبهم جنب بعض؟ اقول له فلوت ليفت، وواضح ان هنا بدل ما تقول مثلا فلوت ليفت فيتنهي جنب بعض بالظبط، وفي الاخر تعمل مسافات بادنج وكده، لا انت حدد لده ويتس وحدد لده ويتس، وتظبط الايه، تظبط الشكل بتاعه. ويتس ده ويتس 50% وده 50%، فيجوا جنب بعض كده خلاص ظبطنا دي. ونيجي بقى نظبط دي، الفورم دي عباره عن ايه؟ عباره عن ليبل وانبوت، وليبل وانبوت، وبعد كده ان الليبل انبوت ده ديف وده ديف، عشان يجيبهم جنب بعض. اجيبهم جنب بعض ازاي؟ فلوت ليفت. ونفس الكلام بالظبط للزرار، اجيب جنبهم ازاي؟ برضه فلوت ليفت، فكلهم يجوا جنب بعض كده، وتظبط انت الالوان مش مشكله خالص. الفكره زي ما قلت ان انا بنحاول نقسم الشغل بتاعنا ونشتغله صح. تمام جدا. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنخش في الجزئية دي بإذن الله. اتمنى يكون الفيديو واضح وعجبكم، وجزاكم الله خيرا.